بس مع اني عندي في تصوير بس بس ابرا هي الحاجه لما بتتذاكر في اولها بتبقى خفيفه جدا. خلي بالك انت صفحتين صفحتين صفحه ونص. احنا لحد دلوقتي الليفل تبع لو كل محاضره اتقرب بنفس الريت. انا طبعا مش انا لوحدي اللي بدي محاضرات، اكيد عندكم اربع ثلاثه تقريبا في اليوم. فلو كل محاضره بجد النهارده خمسه واحده ايه؟ واحدة من 10 ل 12 من 11 ل 12 دي بتاعت ايه؟ عايز ايه بقى؟ فيزيولوجي؟ ايه من 11 ل 12؟ احنا عندنا في السويج النهارده ايه ده؟ 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 طيب عموماً زي ما قلت لكم يعني في فترة الإنجاز وفترة الإنجاز أول بأول حاجة بجد لما تتساف يعني لما تلاقي مثلا عندك الأسئلة النهاردة كل الكربوهيدرات لأن هي أساس أصلاً في المحاضرات وأنت المفروض تبقي تذاكرها أو أخليها لحد أسبوع علشان ألمها كلها مرة واحدة لما تيجي بقى تجمع في اخر الاسبوع زي ما كنت فكرت تعمله او زي ما كنا غالبا بنقول هتجمع كله في اخر الاسبوع هتلاقي عندك قدر القرايه بقت اسرع شويه من اول مره انت بتقرا فيها. تمام؟ ده نوع من انواع بس توفير الوقت ان انت سمعت الحاجه مره قبل كده طالما سمعتها او قريتها مره غالبا هتلاقوها ثابته الى حد ما مش زي ان انت استعدت لاول مره تقراها. وهتبتدي تنسى بقى هم قالوا ايه؟ لا مش ايه؟ طب ده اجزاء مهمه لا ده مش مهم ده يجي ده ما يجيش. تمام كده؟ يعني على قد ما تقدروا. انا عارفه طبعا ان المذاكره كتير وعارفه ان اللي عندهم كتير بس يعني بقدر الامكان يعني وكمان ده ترم يعني سوري احنا في لسه في نص السنه الاولاني نص السنه الثانيه يبقى كله بعض ما احنا كده ليه؟ لسه عادي دي لا مش بعرف المواجع والله بس بحاول افوقكم كده عشان خاطر انتوا كل شويه محتاجين تفوقوا كل شويه محتاجين تذكره يعني. ايوه بالظبط يعني لازم يعني كل واحد شويه بحس كده محتاج زهق كل فتره كده لما بينام ده محتاج حد يزقه فانا بس بزق زهق مش اكتر. مش بعد الطوايع والله مش بعد الطوايع. كلنا بنتهوى سوا يا دكتور. لا لا خلاص خلاص. ايوه طيب. انا بقول لكم بس الرابع اسمه الشهر. يعني انا بقول لكم المشاكل دي كلها فاضية. طيب امبارح اتكلمنا على الفاتي اسيدز كنا بنكمل كلام امبارح على الفاتي اسيدز وقلنا ان الفاتي اسيدز بيبقى ليها مجموعه فيزيكال بروبرتيز وكيميكال رياكشنز. الفيزيكال بروبرتيز لو فاكرين امبارح احنا قسمناهم الى اثنين جروبس حاجه خاصه بالشيب بتاعتها او الفورم بتاعتها في الروم تمبرتشر وحاجه ثانيه خاصه بالسوليبيلتي. قلنا ان السوليبيلتي الموتر لو انا اقل من 6 فرق حجم انا هبقى سوليبل في الموتر لو اكثر من كده كلهم ولكن صالبين في فات صالب. جينا بعد كده اتكلمنا على الفورم بتاعتهم وقلنا ان احنا علشان خاطر اسهل الموضوع شويه هقسمهم ساتوريتد وان ساتوريتد. قلنا ان الساتوريتد لو هو اقل من 10 فهيبقى موجود في صوره ليكويد لو اكثر من 10 موجود في صوره صالب. بعد كده قلنا بالنسبه لي الجروب الثاني اللي هو الان ساتوريتد قلنا ان هم غالبا معظمهم موجود في ليكويد فورم علشان خاطر الايه؟ الساس دبل بونز اللي احنا قلنا عليهم. تمام. جينا بعد كده اتكلمنا على الكيميكال رياكشنز وقلنا عندي رياكشنز علشان الكربوكسل جروب ورياكشنز ثانيه خاصه بالايه؟ بالدبل بونز اللي موجوده. فاللي خاصه بالكربوكسليشن او بوجود الكربوكسل جروب قلنا هم ثلاثه رياكشنز. اول واحد اللي هو الاستر فورميشن اللي هيصنع لي حاجه اسمها تراي اسيد كوليسترول. تاني حاجه بعد كده قلنا ان هي التفاعل مع الالكالاين سوليوشنز على اساس ان الفاتي اسيد ده اسيد. الحاجه الثالثه كانت عمليه الايه؟ الريدكشن. تمام. فتحولنا من فاتي اسيد
فاتي الكل الى سوري فاتي الدهايد وبعدين فاتي الكل. هنا بعد كده قلنا طيب بالنسبه للدبل بوند قلنا ان الدبل بوند يعتبر حاجه اتراكتف جدا ان انا ادخل جواها اي حاجه عشان اكسر البوند. قلنا يا اما نعمل ريدكشن يعني ادخل هيدروجين، وفي الحاله دي انا بحول لو انا حطيت كميه هيدروجين معقوله على حسب الدبل بوندز اللي عندي يبقى انا في الحاله دي هحوله من ان ساتوريتد الى الكورسبوندنج ساتوريتد فاتي اسيد. قلنا بعد كده الاحتمال الثاني اللي هي عمليه اللي انا اعمله تفاعل مع الهالوجين او ان الهالوجين يتفاعل مع الدبل بونز بتاعتي فيبتدي يكسرها ويدخل مكانها او يعني يتفاعل معاها مع الكربون بعد ما اتكسرت الرابطه. الاحتمال الثالث وده الاخضر اللي هي عمليات الاوكسيديشن، وتلكم الاوكسيديشن بتؤدي لديفورميشن في الليبيدز الموجوده في البادي بتاعنا، وفي الاخر ممكن زي ما قلت لكم يعني تاثر على السيلز عموما دي تعمل لها ايجنج، وقلت لكم ان احنا ممكن نتخلص منها بالانتي اوكسيدز. طيب ده كان بالنسبه للملخص بتاع المحاضره بتاعت امبارح. نبتدي بقى محاضره النهارده ان شاء الله. احنا كده خلصنا كلام على الفاتي اسيدز تمام كده، ده كلامنا على الفاتي اسيدز خلص. دكتور هو المعادلات دي لو هتجيلنا في الامتحان هتجيلنا يعني نكتب المعادله ولا نحفظ فيها ايه؟ لا مش هتجيلك ولا حاجه في ان انت تحفظ معادله ولا اي حاجه، بس بس ان انت تبقى عارف مين هم الرياكتنس ومين البرودكتس تمام كده؟ لو سالنا عليها هيبقى بس ان انا ابقى عارف مين هم الرياكتنس داخلين في التفاعل ومين هو البرودكت اللي طلع تمام؟ طيب تعالوا بقى النهارده احنا بقى نبتدي نلم الموضوع مره ثانيه. لو قلت لكم ان احنا هنكسر شويه الليبيدز وبعد كده هناخد جزء منها وبعدين نرجع لها تاني. النهارده بقى هنرجع تاني للليبيدز بتاعتنا. افكركم تاني يعني ايه ليبيد؟ احنا قلنا ليبيد يعني esters of fatty acids with alcohol according لنوع الالكحول. احنا هنبتدي بعد كده نتكلم عنهم شويه. زي ما قلنا عملنا كلاسيفيكيشن للليبيد عموما الى ثلاثه جروبس كبار. قلنا في عندنا حاجه اسمها ستيبر ليبيد وده عباره عن الاستر ليبيد بس فاتي اسيد والكحول. الجروب الثاني كان الكونجوجيتد او الكومباوند ليبيد، وقلنا دول هيبقوا يا اما فاسفو يا اما جلايكو والدرايف ليبيد. خلينا بقى النهارده نتكلم على اول جزئيه اللي هي السيمبل ليبيدز. هناخد بقى وقفه كده عندها شويه ونبتدي ندرسها شويه بالتفصيل. طبعا احنا خلاص قلنا ان هو فاتي اسيد والكحول، اتكلمنا على الفاتي اسيدز بما فيه الكفايه. نتكلم شويه على الالكحول تمام. قال لي بس احنا ما عندناش نوع الكحول واحد بس سيمبل ليبيدز، ده احنا عندنا اكثر من نوع. في الحاله دي هنضطر ان احنا نقسم كمان السيمبل ليبيدز الى تو جروبس. لو فاكرين كنا قلنا كده في اول مره ان احنا قسمناهم لمجموعتين. المجموعه الاولانيه كنا سميناها استنينا نجاوب. بشيء من التفاصيل. لا ده تحت. النيوترال فات
زي ما قلنا ثلاثه فاتي اسيدز معاهم جليسرول. طب احنا عرفنا الفاتي اسيدز واتكلمنا عنهم، نتكلم شويه على الجليسرول. تمام، ايه الجليسرول ده؟ كنا بنقول ده عباره عن ايه؟ بيجي منين الجليسرول؟ هزعقوا كده شويه. ايه الجليسرول؟ الريديوس فورم بتاع عشان تحفظه بتاع مين؟ جليسرول دهايد و داي هيدروكسي اسيتون. بالظبط كده. قال ان هو كسوليوشن هو بيعتبر كالرلس وودرلس، ملوش ريحه وملوش لون، لكن بيبقى ليه سويت تيست طعمه حلو. تمام؟ عارفين الجليسرين اللي ساعات بنستخدمه ده فورم من الفورمز بتاعة الجليسرول. عارفين الجليسرين ولا ما سمعتوش عنه؟ تمام، ده فورم من الفورمز بتاعة الجليسرول. يبقى قلنا ان هو بيبقى ليه كالرلس وبيبقى اودرلس، ولكن بيبقى ليه سويت تيست طعمه حلو. لو حد جرب يدوق ال لا عادي على فكره، ده بيمسحوا بيه الاطفال الصغننين خالص، بيعملوا لهم ووش للماوس. تمام، بدل معجون الاسنان طبعا لسه ما فيش اسنان، بيعملوا لهم بالجليسرين ده. ما تقلقوش ده حاجه سيف جدا يعني. طيب بيبقى ليه سويت تيست. قال ان هو بيبقى بيدوب في الميه. تمام، صالب في الووتر، نظرا لان هو الكحول طبعا هيعمل هيدروجين بونز، فهو بيدوب في الووتر. تمام كده؟ طيب ده بالنسبه للمعلومات اللي نعرفها عن الجسم. ده بالنسبه للالكحول بتاعه. طيب الاثنين خلاص ارتبطوا ببعض، ارتبط الكوليسترول بالفاتي اسيد. طب والفاتي اسيد هنا نوعها ايه؟ قال لي دايما الفاتي اسيدز بتاع التراي اسيد كوليسترول بتبقى ميكس. تمام؟ يعني ممكن الاقي الفاتي اسيد الاولاني غير الثاني غير الثالث. تمام كده؟ ودي هناخدها بعد كده ان شاء الله بالتفصيل في الفوسفوليبيدز. يبقى الفاتي اسيدز هنا هيبقى ميكس. تمام؟ تعالوا نشوف يا ترى ايه الفيزيكال بروبرتيز بتاعة التراي اسيد كوليسترول او بتاعة الايه؟ النيوترال فات او السيمبل فات. الفيزيكال طبعا انتوا خلاص عرفتوه، كلهم بلا استثناء ان سوليبل ان ووتر، ولكنهم هيدوبوا في الايه؟ الفات سوليدز. تمام؟ الحاجه الثانيه قال لي ان هم كلهم كالوريس واودرلس وتيستلس. طب انا كده بضحك عليكم صح؟ ما احنا بنشوف في البيت، البيت لونه اصفر والسمنه لونها اصفر، والفات بتاعنا لما تيجي بعد كده ان شاء الله تدخل عمليه ويبتدوا يفتحوا بطن المريض وتبتدي تقلب الفلات بتاع السكين ده، وتلاقي الفات سيلز تحتيه بتلاقي لونها شويه اصفر. طب ليه بقى هما كالوريس واودرلس وتيستلس؟ لو كانوا بيور، لو كانوا بيور بيبقوا غالبا واخدين الكاركتر ده، لكن ده غالبا ما بيحصلش، لان هما غالبا بيبقى ليهم اللون الاصفر. ليه ليهم اللون الاصفر؟ علشان في عندنا بيجمنت بنسميها الكاروتينويد بيجمنت. الكاروتينويد بيجمنت دي هي نفسها البيجمنت اللي مديه الكاروت اللي هو الجزر اللون الاصفر بتاعه. الكاروتينويد دي موجوده في معظم الانيمالز والهيومنز، يعني بدليل ان احنا بنلاقي ان في بعض الالبان بتاعت حيوانات معينه بيبقى ليها شويه تنش في كادر كده، ده بسبب صبغه الكاروتينويدز. برضه الكاروتينويدز هي نفسها الصبغه اللي بتدي دي الفيجيتابلز والفروتس بتديها الكالور بتاعها، زي ما قلت لكم الكاروتس والابل كنت هتاخدوها بالتفصيل في اخر الجزء ده ان شاء الله. يبقى ليه الفات عندنا بيبقى ليها كالور؟ علشان خاطر صبغه اسمها الكاروتينويدز، غالبا احنا ما بنشوفهاش لا كالورليس ولا اودرليس ولا تيستليس. طب امال الحاجات اللي في البيت دي اللي هي بطعم السمنه الفلاحي وطعم الزبده البلدي وطعم دي كلها قاعده كده؟ هم حاطين لها بقى ريحه علشان لما تيجي نعمل بيت ولا نعمل حاجه طالع ريحه كده فظيعه وتلم الجيران والحاجات اللي جواها في الاعلانات دي، فكل دي اديتورز. تمام؟ لكن هو البيور ما فيهوش اي تيست ولا اودر. حتى انتوا لو بصيتوا كده جبتوا علب السمنه كده عندكم في البيت هتلاقي كده مكتوب عليها مش عارفه مع اضافه محسنات طعم ومكسبات طعم ولون وحاجات كده يعني. تمام؟ وطعم الحاجات الغريبه دي، فهو غالبا بيبقى كله كالوريس واودرلس وتيستلس لو هو بيور، لكن علشان صبغه الكاروتينويدز اللي هي النورمال اللي موجوده عندنا في البادي بيبقى ليها كالور، والحاجات اللي بنستخدمها في المطبخ غالبا بتبقى عليها ابيتوس. تمام كده؟ ده فيما يخص الفيزيكال بروبرتيز بتاعتها. تعالوا بقى نتكلم على الكيميكال. نعم. الكيميكال رياكشنز بتاعت السيمبل ليميت. الكيميكال رياكشنز بتاعت السيمبل ليميت شبيهه قوي باللي قلناها امبارح، بس علشان خاطر نعرف نجيب لكم اسئله هنسميها شويه اسامي. تمام؟ طيب اول حاجه خالص فاكرين احنا كنا عملنا حاجه اسمها ريدكشن. يعني ايه ريدكشن؟ يعني حطينا هيدروجين
علاج، وانا مش بتكلم على فاتي اسيد، انا بتكلم على المولكيول بتاع الليبيد كله. يبقى انا لو عملت اديشن اوف هيدروجين على السمبل ليبيد هيروح الهيدروجين برضو على الدبل بوند اللي موجوده في الفاتي اسيدز ويبتدي يعمل لها ساتوريشن. تمام؟ ودي اللي بيسموها عمليه الهاردنج، يعني ان انا احول السمبل ليبيد من فورم للتاني. طب احنا عندنا فورمز للسمبل ليبيدز؟ السمبل ليبيدز على حسب الروم تمبريتشر عندنا منها صورتين، يا اما اويل يا اما فات. طبعا انتوا فاهمين الفرق ما بين الاثنين صح ولا لا؟ عارفين الفرق ما بين الاويل والفات اللي هم الزيت والسمنه في البيت؟ عارفين الفرق؟ طب ايه الفرق؟ بالظبط كده. الاويل المفروض ان هو موجود في صوره ليكويد، تمام كده؟ تفتكروا ليه؟ اعلم عشان ايوه بالظبط كده، علشان خاطر المفروض ان هو يحتوي على كميه كبيره من البولي ان ساتوريتد فاتي اسيدز، علشان كده هو هيبقى موجود في صوره ليكويد، تمام كده؟ طيب امال الفات ليه هيبقى موجود في صوره سوليد؟ علشان خاطر اكيد هيبقى فيه ساتوريتد فاتي اسيدز، وهو ده فعلا اللي بيحصل. علشان كده دايما بيقولوا لنا ايه؟ اطبخ الحاجات بالزيت وبلاش السمنه، صح؟ ليه؟ لان ده فيه ساتوريتد فاتي اسيدز كتير، تمام؟ ففي كميه تراي اسيد كوليسترول كتير. طب امال الاويل ما برضه نفس التركيبه؟ لا، الاويل بيبقى فيه بولي ان ساتوريتد فاتي اسيدز اللي هم من ضمنهم الاسنشال فاتي اسيدز، عشان كده هو غالبا ده يعتبر احسن من ده. وانا قلت لكم حتى ان هم بيشتغلوا خلايا الكربون فاكتورز، يقدروا يعملوا موفمنت او ترانسبورتيشن للفات انسايد يور بادي، تمام كده؟ يبقى انا عندي تو فورمز من السمبل ليفل، يا اما اويل يا اما فات. طب امال الهاردنج بقى ده معناه ايه؟ ما خلاص مفهومه، طالما انا عندي الاويل ده كان موجود في صوره ليكويد علشان فيه بولي ان ساتوريتد فاتي اسيدز، لو انا ضفت له هيدروجين وعملت له عملت له عمليه ريدكشن، ايه اللي هيحصل؟ الانساتوريتد فاتي اسيد هتتحول الى ساتوريتد فاتي اسيد، والاويل يتحول الى يعني من ليكويد الى بالظبط من ليكويد لسوليد، عشان كده سموها هاردنج، يعني كانت حاجه سايله وانت خليتها جامده، تمام؟ عرفنا ليه بنسميها هاردنج؟ طبعا ده ممكن يجي سؤال ديفينيشن يقول لك ديفاين هاردنج، يبقى تاني يعني ايه هاردنج؟ هو الادشن اوف هيدروجين unsaturated fatty acids of simple lipids. تمام؟ Then after reduction it will form fat. دي بيسموها عملية الهاردنج، عملية التصلب. على فكرة لو بصيتوا على دي عملية الهاردنج اهي يا جماعة، اللي هو بيبقى زيت بيعملوا هدرجه، بيسموها عمليه الهدرجه، هيتحول الى فات. على فكره برضه لو يعني بما ان انتوا النهارده تروحوا تبصوا على علب السمن بالمره بقى، بصوا عليها هتلاقوا كده مكتوب عليها زيوت مهدرجه، تمام؟ يعني هو كان اويل عمل له هيدروجينيشن او اضاف له هيدروجين فتحول الى فات، تمام كده؟ تمام. برضه حاجة تانية من اللي قلناها امبارح بس هديها اسم برضه عشان اعرف اجيبها لكم سؤال ديفينيشن. فاكرين لما قلنا الاديشن اوف هيدروجينز؟ تمام؟ قلنا ان احنا لو ضفنا ايودين ايه اللي بيحصل؟ بيروح يعمل رياكشن مع الدبل بوند ويبتدي يديني حاجة اسمها داي ايونو للكورسبوندنج برضه فاتي اسيد بعد ما يحصل له ساتوريشن. هندي او هناخد حاجة هنا اسمها ايودين نمبر. يعني ايه ايودين نمبر بقى؟ هي نفس الفكرة بتاعت امبارح بالظبط، ان انا ادخل كمية من الايودين تبتدي تعمل رياكشن مع الدبل بونز بتاعت الفاتي اسيد، تمام؟ وابتدي اشوف يا ترى انا استهلكت كمية ايودين قد ايه؟ كدابين الساعة 7 7 كدابين يا عم ايه اللي هو اللي بيخلص الساعة 8 ايه الجميل؟ صح كده يعني بمعنى على حسب ما افتكر بالظبط عشان تتدربوا على النبطشيات من دلوقتي.
فيديس ادنا وحولنا وانت قدرنا على الفاضي. الدبل بونس الموجودة في السيمبل ليفت قد ايه؟ نعم.
ايه مفيش هيدروجين نمبر علشان الايودين انت ممكن تعمل له تاج بفلوريسنس فتقدر ان انت تتعرف على تقدر تتريس هو دخل فين. تمام؟ نعم؟ انت بتدخل عليها لا بتعمل له سبوتنج كده لحاجه بالتاج بكميه فلوريسنس فتقدر تعمل له تريسز جوه البلاد. تمام؟ الايودين حتى لو سمعتوا على الراديو احنا الايودين لما بيبقى فيه تايرويد او حاجه عايز اشوف اذا كان فيه تضخم في الغده بتاعت التايرويد جلاند اللي هي الغده ايوه بالظبط الدرقيه لما بنبقى عايزين برضه نشوف الاكتيفيتي بتاعتها فبيدوا البيشنت حاجه اسمها راديو اكتف ايودين. تمام؟ بيبقى ايودين بس تاخد ماده راديو اكتف ويبتدي يحصلها يعملها بياخدها يعني بانجكشن ويبتدي بعد كده يصور الغده الدرقيه عشان يشوف كميه ال نعم بتاعت الغده الدرقيه بس الايودين نمبر مش للدرجه يعني ما بيستعملوش دلوقتي. تمام؟ بس انا بحاول اقرب لكم الفكره بايه؟ تمام؟ نعم الفات ساتوريتد في دبل بوز ازاي؟ لا هو المفروض ان هو انت عندك السيمبل ليفل في كميه كبيره جدا من الفاتي اسيدز الموجوده ممكن يكون واحد من الثلاثه ما هوش ان ساتوريتد لكن هو بيقول ان هو عنده هاي كونتنت اوف ساتوريتد فاتي اسيدز. تمام؟ اخر حاجه بقى ريليتد للكيميكال رياكشنز هي عمليه الهايدروليسيس. في ثلاث طرق مختلفه علشان اعمل هايدروليسيس للتاج. ايه بقى الثلاث طرق دول؟ في عندنا طريقتين شبه بعض بالظبط او بيدوني نفس النتيجه وطريقه ثانيه مختلفه. في عندنا حاجه بنسميها اسيد هايدروليسيس يعني انا بدخل اسيد زي الاتش سي ال الدايودن على الفات اللي هو تراي اسيد جليسرول فيبتدي ان هو يكسر لي الاسبر لينكج دي فيحولهولي مره اخرى الى كوليسترول زائد 3 فاتي اسيدز دي بنسميها الاسيد هيدروليسيس. يبقى الاسيد هيدروليسيس ان انا اعمل هيدروليسيس للاستر لينكج اكسر الاستر لينكج اللي انا عملتها. تمام؟ فهبتدي ادخل دايلوتد اتش سي ال بعد كده هلاقي دايلوتد اتش سي ال ده راح عامل ايه؟ هيبتدي ان هو يكسر اللينكج اللي كانت اللي هي الاستر لينكج ويديني كوليسترول بيور ومعايا 3 فاتي اسيدز. نفس الطريقه بالظبط دي بتحصل في جسمنا ولكن بتحصل بانزايم اسمه لايبيز انزايم حتى هو واخد اسم الليبيز. اللايبيز انزايم ده المفروض ان هو بتفرزه البنكرياس والمفروض ان هو مسؤول عن انه يعمل الهيدروليسيس ده او يكسر التراي اسيد كوليسترول دي بيكسرها ازاي بنفس الطريقه برضه. يجي يكسر الاستر لينكج فيديني كوليسترول زائد 3 فاتي اسيدز ودي نفس الطريقه اللي بيحصل بيها الدايجيشن عندنا في البطن باللايبيز انزايم. طيب امال ليه مختلفه بقى الطريقه الثالثه؟ الطريقه الثالثه بيسموها الالكالاين هيدروليسيس. الالكالاين هيدروليسيس هنا ايه اللي بيحصل؟ دي بيسموها عمليه السامونيفيكيشن لو فاكرين لما قلنا قبل كده. احنا قلنا ان انا لو اخدت الفاتي اسيد بتاعي وعملت له رياكشن مع حاجه الكالاين بيديني حاجه اسمها الصوديوم او البوتاسيوم سولز اوف فاتي اسيد. نفس الفكره هنا بالظبط. بدل ما هبتدي اكسر اللينكجز بتاعتي فيخرج عندي كوليسترول مع 3 فاتي اسيد لا اللي هيحصل انه هيخرج الكوليسترول زي ما هو. لكن الثلاثه فاتي اسيدز بتوعي هيتحدوا بما ان هم اسيدز يعني هيتحدوا مع الالكالاين سوليوشن او الالكالاين الماتيريال اللي انا دخلتها. فيبتدي يخرج الصابو الصوديوم سولز او يخرج البوتاسيوم سولز. تمام؟ يبقى تاني عمليه الهيدروليسيس بتاعت التاج او بتاعت السيمبل ليبيدز انا عندي واحده من ثلاثه. الطريقه الاولانيه اللي هي الاسيد هيدروليسيس ان انا بدخل دايلوتد اسيد زي الاتش سي ال. فاللي بيحصل ان هو بيكسر الاستر لينكج فيديني كوليسترول مع 3 فاتي اسيد. نفس الطريقه بالظبط بتحصل انزايم اسمه اللايبيز انزايم اللي بيبقى نفس طريقه الدايجيشن بتاعت الفات عندنا فبيدخل الانزايم برده يعمل بريكج للاستر لينكج يخرج كوليسترول مع 3 فاتي اسيد. الوحيده المختلفه اللي هو الالكالاين هيدروليسيس دي بتبقى زي ما قلت لكم بندخل حاجه الكالي زي البوتاسيوم او الصوديوم هيدروكسيد طبعا دي ما بتحصلش في جسمنا ولكن دي احنا بنتكلم على الحاجات اللي في النيتشر كمان. بدخل بوتاسيوم هيدروكسيد او صوديوم هيدروكسيد فاللي بيحصل الكوليسترول بيخرج في امان ولكن على نظرا ان انا عندي اسيد فالاسيد بيروح متفاعل مع الالكالي ويعمل حاجه اسمها السولز. تمام كده ودي بيسموها السابونيفيكيشن. برضه دي ممكن يجي لي ديفينيشن يقول لي ديفاين سابونيفيكيشن. تمام؟ ففي الحاله دي هكتب له الالكالاين هيدروكس. تمام؟ تعالوا بقى الجزئيه مهمه جدا جدا
جدا جدا جدا. حاجة بيسموها رانسيبتي. يعني ايه رانسيبتي؟ يعني تزنخ. تزنخ. ايوه انا سمعت الكلمه دي قبل كده. تزنخ يعني حاجه مزنخه. سمعتوا الاسم ده قبل كده؟ طبعا. يا سلام. ليه؟ مش مصريين؟ مفيش مره حد جاب كيس شيبسي ولا ريحته وحشه او طعمه وحش وهو طالع. على طول. على طول. ما قلتوش كده قبل كده؟ ما هو في مره بجد؟ لما نزلت بيقول لي بجد ما سمعتوش على كلمه حاجه مزنخه؟ لا سمعت. لا انا ما لناش حق اتفضل عشان الموضوع بجد. طيب ايوه لا بيقولوا يا زيري مشهور قوي على البيتزا في الشيبسي. هما ليه في البيت يقولوا لنا ما تاكلوش شيبسي من بره؟ عشان بتظن اما جينا عشان الزيت بقى والحاجات والاكل المايت والحاجات دي لا عشان هو التزنخ ده بجد ما جربتوش مره انتوا تجيبوا كيس شيبسي وكده عاديين؟ طلع طلع. ولا انتوا بتبصوا على الصلاحيه بتاعت كيس الشيبسي؟ لا ده مش من الصلاحيه بتاعتك. انا بصيت فوق كده. طيب هو بصوا بقى بعد كده. بصوا على الصلاحيه بتاعت الشيبسي. هيكون مسافر طبعا. اصل هي فعلا اشهر حاجه بيحصل فيها الحاجات اللي فيها زيوت ودهون فاشهر حاجه فيها زيت احنا غالبا بنشتريها من بره ايه يعني الشيبسي. هو ده اللي بيبقى فيه او بيبان فيه تزنخ. التزنخ بيبان عموما في حاجات كتير يعني بس الشيبسي هو ده شويه. طيب يعني ايه الرانسيبتي بقى؟ بعد كل اللي احنا قلناه ده نعرف الرانسيبتي. الرانسيبتي انا قلت لكم ايه؟ احنا بنلاقي ريحته مش حلوه نلاقي طعمه مش حلو. هو فعلا كده كتعريف معنى كلمه رانسيبتي هو change of odor and taste. مش عارفه فين انتوا مالكم بتحبوا عليه؟ اسمها تزنخ والله. انت تخشوا كده على القاموس واكتب كلمه تزنخ. مش عارفه مش عارفه في لغه عربيه بحته يعني. ايوه بحته. طيب زي ما قلت لكم رانسيتي طبعا ده سؤال مهم جدا طالما قلنا هنتكلم بقى على حاجه مهمه احنا نتانا. ايه ايه اسمها؟ نتانا. والله نتانا. تصدق اسمها كده احسن. سمعني طب نتانا. يا شيخ ده هقطعها في القاموس كده هنط من ما شاء الله. نتانا. الاهم ان احنا بنقول اي حاجه بقى. بص سامحني. ده قاموس ايه ده؟ ده قاموس ايه بالظبط يعني؟ قاموس النصر على فكره ده. خلاص يا دكتور خلاص خلاص مش واخد تايم بره على طول ولا ايه؟ طيب خلاص خلينا في الانجلش بلاش عربي بلاش عربي وحش خلينا في الانجلش. كلمه ترانزيتي ترانزيتي كديفينيشن يعني change of odor and taste of oil and fat. انه بيحصل تغير في طعم وريحه الفات او الاويل تمام كده؟ طيب طبعا هو غالبا بيحصل زي ما قلت لكم في الفات او الاويل يعني انا ممكن اجي اكون مخزنين حاجه تمام؟ فيها زيت او فيها طب ما جربتوش طيب لما تيجوا تاكلوا حاجه متخزنه الكحك والبسكوت مثلا عمركم ما حد اداك حكايه ولقيت ريحتها وحشه؟ تاكلوا على طول برضه؟ طب خلاص انا بعت العمل طب خلاص انا بعت العمل anyway زي ما قلت لكم هو عمليه تغير او تشينج بتحصل في الاودر او في التيست بتاعه الاويل او الفات وبما انها بتحصل في الاويل او الفات غالبا بتبقى طبعا في اي حاجه معموله باويل او فات لو اتخزنت لفتره تبقى تبتدي يحصل لها الانسيتي او عمليه التزنخ. طيب ده بالنسبه للديفينيشن بتاعتها يا ترى ايه اللي ممكن يؤدي لحدوث عمليه الانسيتي دي؟ قال لي في فاكتورز كتيره قوي ممكن تؤدي لحدوث الانسيتي اهمها الهاي تمبريتشر يعني احنا لو مخزنين حاجه فيها زيوت
شفتوا بقى؟ انا معايا وقت تقديم. ايش معنى ده؟ بقى هو بيقول لك احفظوا بعيدا عن اشعه الشمس عشان ما يحصلوش رزت. تمام؟ طيب الفاكتورز او الكوزس اللي بتؤدي لحدوث الرزيتي ان انت تعرض الحاجه اللي فيها اويل او فات للهاي تمبريتشر او للهيوميديتي. تمام؟ يعني الرطوبه درجه من درجات الرطوبه. تمام؟ الحاجه الثانيه ممكن تكون بسبب ميتالز، يعني فيها مثلا كميه من الميتالز اللي هي ممكن تشتغل ككاتاليست. يعني مثلا ساعات بيبقى الزيوت او الدهون بيبقى فيها ميتالز بتبقى فورتيفايد مثلا بايرن او بيبقى فورتيفايد بكوبر، كنوع من انواع السبلمنتيشن يعني. فده ممكن يساعد ان هو يسرع لها في عمليه الرنسيتي شويه. تمام؟ ايه تاني غير كده؟ قال لي برضه الاكسبوجر لللايت، لو انا بعرضها لللايت لفترات طويله. تمام؟ علشان كده تلاقوا مثلا مش عارف انتوا خدتوا بالكم ولا لا، زيت الزيتون مثلا دايما تلاقوه محطوط، لو تروحوا سوبر ماركت بقى مش لازم المطبخ، دايما زيت الزيتون تلاقيه محطوط في ازازه لونها غامق جدا، تمام؟ لونها اسود او يعني لونها بني غامق او اخضر غامق، تمام؟ ده مش حاجه يعني علشان خاطر الشياكه، لا ده خالص، ده هو علشان خاطر ما يحصلش ديستركشن، لانها ممكن تتفاعل مع اللايت فيحصل ديستركشن للانساتيوريتد فاتي اسيدز اللي جوه زيت الزيتون ده. تمام كده؟ طيب يبقى مين الحاجات اللي ممكن تؤدي لحدوث الرانسيديتي او الكوزس اوف رانسيديتي؟ زي ما قلنا الاكسبوجر للهاي تمبريتشر، للهيوميديتي، للميتالز، تمام؟ لللايت او الاخطر للاكسجين. تمام؟ لو عرضناها للاكسجين. يعني انت لو عندكم علبه سمنه ولا حاجه وفتحتها وسبتها كده في الهواء شويه هتلاقي حصلها رانسيديتي. ليه؟ علشان الاكسجين هيبتدي يحصل لها اوكسجينيشن. يبقى دي الكوزس اوف رانسيديتي. طيب ايه بقى المشكله؟ ايه المشكله؟ ايه اللي خلى الفاز او الاي لو انا سبته لفتره طويله يعمل حاجه الرانسيتي؟ قال لي احنا عندنا تو كوزز او تو تايبس من الرانسيتي. النوع الاولاني هنسميه الاوكسيداتيف، وده هقوله الاول لان ده سهل قوي احنا خدناه امبارح. ايه الاوكسيداتيف رانسيتي ده؟ انه لو حصل اوكسيديشن للدبل بونز الموجوده في البولي انساتيوريتد فاتي اسيد، لو فاكرين كان بيحصل حاجه اسمها بيروكسايد فورميشن. مشكله البيروكسيد انه لو حصل زي ما قلنا ان هو انستيبل، لو حصل له مره ثانيه اوكسيديشن فيرزر اوكسيديشن هيبتدي يحصل بريكج للفاتي اسيد. لو حصل بريكج يبقى معنى كده ان الفاتي اسيد يتحول الى الدهايد او يتحول الى فاتي الكحول او يديني شورت تشين فاتي اسيد. الشورت تشين فاتي اسيد دي مشكلتهم في ايه؟ لو فاكرين ان احنا كنا قلنا ان هم بيبقوا فولاتايل وليهم باد اودر. فاكرين لما قلت لكم الاسيتيك اسيد؟ طبعا هو مش هيحولوا الاسيتيك اسيد بالذات، ولكن كل الشورت تشين فاتي اسيدز ليها باد اودر وليها بيتر تيست. تمام؟ فعلشان كده يبتدي يديني الباد اودر والتيست اللي احنا بنشوفه لو حصل ان الحاجه دي بقت رانسيت. تمام؟ ده النوع الاسهل او الاوكسيداتيف اللي احنا اخدناه قبل كده. النوع الثاني اسمه هايدروليتيك رانسيتي. يعني ايه هايدروليتيك رانسيتي؟ ده بيحصل نتيجه انه حصل هيدروليسيس في الفات الموجود او السيمبل ليبيدز الموجود في الايه؟ في الاويل او في الفات. ايه الهيدروليسيس اللي بيحصل دي؟ لو فاكرين انزيم اللايبيز كنت قلت لكم ان هو بيكسر الفات الى ليسرول بلس 3 فاتي اسيد. ده اللي بيحصل بالظبط. طب وهو ايه اللي هيخلي انزيم اللايبيز يخش جوه ازازه زيت ولا علبه سمنه؟ لو فاكرين انا قلت لكم من ضمن الاسباب اللي بتؤدي لحدوث الرانسيديتي اللي هي الهيوميديتي او الهاي تمبريتشر. قال لي لو حصل انه الاويل او الاويل او الفات لو احنا سبناهم لفتره في هاي تمبريتشر او في الهيوميديتي اللي بيحصل ان هو بيجي كميه من البكتيريا او تقدر يعني تنمو فيهم البكتيريا، البكتيريا دي هي اللي بتطلع اللايبيز انزايم. طبعا زي ما قلت لكم علشان خاطر يبقى في بكتيريا فاحنا محتاجين ان هو يكون في هاي تمبريتشر او يكون في هيوميديتي كمان معاه، في رطوبه بمعنى اصح. بتطلع الانزيم اللي هو اسمه اللايبيز. الانزيم بتاع اللايبيز ده يروح جاي على الفات او الاويل اللي هو الفات ويبتدي يعمل له هيدروليسيس الى جليسرول وفاتي اسيد. تمام؟ طيب ما هو الفاتي اسيد المفروض اللي هو لونج تشين يعني مفيش منه مشكله، لا ما هو ما بيقفش على انه بيتحول الى فاتي اسيد ونقف. تبتدي يحصل فيرزر هيدروليسيس للفاتي اسيد فتتحول الى شورت تشين فاتي اسيد اللي هي بتديني الباد اودر والباد تيست اللي احنا قلنا عنها. يبقى تاني ايه هي التايبس اوف رانسيديتي؟ عندنا تو تايبس، يا هيدروليتيك رانسيديتي يا اوكسيداتيف رانسيديتي.
اوكسيدا ديفرنسيتي زي ما قلت لكم بسبب الاكسجين اللي بيروح يتفاعل مع الدبل بونز ويعمل لها بريكج ويتحول لبيروكسايد، ومن بيروكسايد يتحول الى شورت تشين فاتي اسيدز او الدهايد او الكحول. المشكله الثانيه اللي هو الهيدروليت ترانسيتي، وبتبقى محتاجه لوجود البكتيريا. البكتيريا محتاجه هيوميديتي، فالاثنين مع بعض بيت تفرز انزيم اسمه اللايبيز، يروح يعمل هيدروليسيس للتاج او الفات او الاويل ويبتدي يحولهم الى فاتي اسيدز بالاضافه لجلسرول. طبعا الفاتي اسيد بيحصل له فيرست هيدروليسيس، بيبتدي يديني شورت تشين اللي هما بيدوني الباد نودل والتست. طبعا احنا مش معقول هنسيب الحاجه للظروف، يعني مش معقول مثلا هيبقى عامل ازازه زيت ولا علبه سمن ومثلا تقعد 20 يوم 30 يوم اسبوعين ثلاثه والكلام ده كله، لا ده هو بيقول لك صلاحيتها سنتين ثلاثه. طب هو يا ترى الصلاحيه دي بتفضل كده ازاي؟ لان هو غالبا بيبقى ضايف لها حاجه اسمها انتي اوكسيدنت، مواد تمنع عمليات الاوكسيديشن. طبعا هو كده مش هيمنع البكتيريا الفورميشن او الهيدروليتك الهيدروليتك ترانسيتي، بس على الاقل هيقول لك حطها في وسط يكون جاف، تمام؟ يعني هو من ناحيته هيمنع لك الاوكسيديشن، وانت بقى امنع عمليه الحاجات الثانيه. فبرضه بكمالة بقى علبه السمن اللي قلت عليها من شويه وازازه الزيت، هتلاقوها مكتوب عليها كده فيتامين اي، فيها فيتامين اي. ليه محطوط فيها فيتامين اي؟ علشان هو انتي اوكسيدنت فيمنع حدوث الرانسيتي، كبروتكشن اجينست الرانسيتي. طبعا مش فيتامين اي بس، ولكن في حاجات انتي اوكسيدنت ثانيه بيعملوا لها اديشن زي الفينول مثلا، وزي حاجه بيسموها الكوينوز، دي كلها انتي اوكسيدنت، اسامي الانتي اوكسيدنت، بس الاشهر ان هو بيضيف فيتامين اي. يبقى يجي لي في الامتحان سؤال يقول لي كيف ان اكونت اون رانسيتي بس. ده لو كان السؤال هيبقى طويل شويه، يعني سؤال بخمس درجات مثلا. ممكن نجيب جزء من السؤال ما نجيبوش كله، تمام؟ يقول لي كيف ان اكونت اون تايبس اوف رانسيتي، وساعتها هيبقى سؤال اقصر شويه. تمام؟ برضه ممكن يجي لي سؤال في الام سي كيو يقول لي causes of rancidity، ويحط لك كل ال causes وتختار انت مين فيهم اللي صح، او يحط لك except او whatever. يبقى ال rancidity generally مهمة جدا وتيجي بأكتر من فايدة. تمام؟ طيب ده فيما يخص ال simple lipids. فاضل لنا بقى اللي هو اللي احنا قلنا عليه الواكس. الواكس حاجة صغيرة قوي زي ما قلت لكم، عبارة عن مونو هيدروكسي الكحول بلس واحد فاتي اسيد. ايه امثلة الواكسز اللي موجودة عندنا؟ اشهرهم التو واكس او اللي هو البيز واكس، اللي هو شمع بتاع النحل. عارفين شمع النحل؟ شفتوه ساعات لما بنجيب عسل كده بيبقى فيه طبقه شمع صغننه، تمام؟ حتى واخده شكل البيت بتاع النحل اللي هو الهكساجونال ده. ده واكس، ده نوع من انواع الواكس. ايه فايده الواكس دي بقى؟ هو ربنا سبحانه وتعالى خلقها لنا لانها بتعتبر ككفرج للليفز الورق والستامز بتاعت النباتات، تمام؟ وفي نفس الوقت كمان هي كفرج للسكين لينا يعني كبشر، يعني كبني ادمين، تمام؟ واحيانا بتبقى ليها بروتكتيف رول اجينست بكتيريا زي الشمع بتاع الاوبيكو، ده برضه نوع من انواع الواكس، تمام؟ طيب زي ما قلت لكم اشهر واكس او نوع واكس انتوا ممكن تكونوا شفتوه اللي هو الايز واكس، ده اللي هو بتاع الايه؟ النحل. ده عباره عن واحد فاتي اسيد بلس مونو هيدروكسي الكحول. مين الفاتي اسيد اللي موجود هنا؟ الفاتي اسيد اللي موجود هنا هيبقى اسمه بالماتيك اسيد، فاكرين البالماتيك اسيد؟ تمام، الفاتي اسيد بتاعه اسمه بالماتيك اسيد. طب وبالنسبه للالكول، الالكول بتاعه اسمه ميديسين الكول، وده الكول فيه 30 كربونه وفيه هيدروكسيل جروب واحده بس اللي هي هترتبط بالبالماتيك اسيد. يبقى اول مثال للواكس هو البيز واكس، ده عباره عن حاجتين، فاتي اسيد اسمه بالماتيك اسيد وميديسين الكول اللي هو 30 كربونه. تاني نوع من انواع الواكس التاني ممكن تكونوا سمعتوا عنه اللي هو اسمه اللانولين. اللانولين ده قالوا ان هو بتفرز سبيشس جلانت اللي هي الغدد الدهنيه بتاعت بعض انواع الانيمالز اللي هي الانيمالز اللي بيغطي جسمها الصوف، تمام؟ اللي هم الوول بيرنج انيمالز اللي هم بيبقى على جسمهم صوف. ده نوع من انواع البروتكشن يعني. اللانولين المفروض ان اسم الالكول بتاعه لانولين، لكن هو كله على بعضه بيسموه لانولين، يعني الالكول بتاعه لوحده اسمه لانولين. لقوا ان اللانولين ده عباره عن ايه؟ حوالي 30% منه كوليسترول اسيد. الكوليسترول يا جماعه ده نوع من انواع الالكحول اللي هتاخدوه بعد كده ان شاء الله في الدرايف ليبيدز، وهو ده اللي بيكون تقريبا اللانولين. بعد كده عندنا تو اكزامبلز كمان اللي هما الفيتامين A و
والفيتامين دي. الفيتامين A اللي هو اللي احنا عارفينه العادي بتاعنا ده عبارة عن الكحول مكون استر لينكج اسمه ريتي نول، هتاخدوه ان شاء الله بالتفصيل. والفيتامين دي اللي هو الكالسيفيرول ده برضو الكحول معاه استر. يبقى مطلوب مني بس ان انا اعرف مين هي امثلة الواكسز اللي هما البيز واكس واللانولين والفيتامين A والفيتامين D. ممكن يجي لي سؤال في الهيدروليتيك برودكتس يقول لي وات ار ذا هيدروليتيك برودكتس اوف، طبعا الوحيد اللي ممكن يجيبه هيدروليتيك برودكت هو البيز واكس، ففي الحاله دي انت هتقول له هارمونيك اسيد بلس ميديسين الكحول. تمام كده، هو ده الوحيد اللي لازم نبقى حافظين بس التركيبه بتاعته علشان لو جالي بالهيدروليتيك برودكتس. طيب ده فيما يخص السيمبل ليبيد، بكره ان شاء الله هنكمل. معلش هسيبكم النهارده، انا عندي محاضره دلوقتي حالا، فمعلش مش هقدر اجاوب على الاسئله. بكره باذن الله انا هجاوبكم على كل الاسئله، معلش انا اسفه جدا.